بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا، فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم، كما تقدم بسط الكلام على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أما القسم الثالث من أقسام التوسل، وهو التوسل بالمخلوقين إما بذواتهم وإما بجاههم، فهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل على مشروعيته، أن يأتي بدليل صحيح على مشروعيته، وهذا هو الذي يتعلق به كثير من الخرافيين الآن، أنهم يقولون هؤلاء أولياء أو أنبياء أو رجال صالحون، فنحن نتوسل إلى الله بهم وبصلاحهم وبمنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن التوسل حكم شرعي لا يثبت شيء منه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك لا من كتاب ولا من سنة صحيحة. غاية ما فيه آثار وحكايات، وهذه لا تثبت بها أحكام شرعية، ولا سيما في العقيدة. نعم. وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين، أو السؤال بأنفسهم. نعم، السؤال توسل إلى الله بالأولياء والصالحين، كان يقول: أسألك بنبيك، أو بالعبد الصالح الولي فلان. فالباء هذه كما سبق باء القسم، هذه باء القسم، فهو القسم بغير الله لا يجوز بين الناس بعضهم مع بعض، ومع الله من باب أولى، أنه لا يقسم على الله بأحد من خلقه. نعم. وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين، أو السؤال بأنفسهم، فإنه أو السؤال بالأنبياء والصالحين يعني بذواتهم، إما أن يتوسل إلى الله بصلاحهم، وإما أن يتوسل إلى الله بذواتهم، وكلا الأمرين ممنوع، لأنه لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة صحيحة. نعم. فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا. لا يقدر أحد ممن يرون ذلك أن ينقل دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم دليلا صحيحا يحتج به، وما دام كذلك فإنه لا يجوز توسل إلى الله بمخلوقاته. نعم. فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام. لا ينقل شيئا ثابتا، أما أن ينقل شيئا غير ثابت من الآثار أو من الحكايات أو غير ذلك، فهذا لا يصلح للاحتجاج ولا يعتمد عليه في أمور العقيدة.
نعم. لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين. نعم. وإن كان في العلماء من سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه. نعم، يكون مسألة خلافية بين العلماء، وإذا اختلف العلماء نظرنا من معه الدليل، من كان معه الدليل فقوله هو الحق الذي نأخذ به، ومن لم يكن معه دليل فلا عبرة بقوله ولو كان من أجل العلماء، فإنه لا أحد يحتج بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه المسألة خلافية مردها إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذه مسألة نزاع، وفي أمر مهم وهو العقيدة فلا بد من طلب الدليل، لا بد من طلب الدليل من المختلفين، وكل يدلي بدليله فينظر من هو الأصح. نعم. وإن كان في العلماء من سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فيكون مختلفا فيه. نعم. فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه، فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله عملا بقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول، ولا نقول هذا قال الإمام فلان أو قال العالم الفلاني بدون دليل. نعم. ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع. نعم. وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم. يعني أنه لا يعاقب المخالف إذا كان قد سبق بمن ذهب مذهبه، لكن يخطأ ولا يؤخذ قوله، أما العقوبة إنما تكون على شيء مخالف للكتاب والسنة صراحة، أو مخالف للإجماع بين العلماء. مسائل الخلافية لا يعاقب من أخذ برأي من آراء المختلفين، لكنه يخطأ ولا يؤخذ بقوله، ويدرى عنه العقاب نظرا لوجود الخلاف في المسألة. نعم. فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم. ولهذا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله، لا بالأنبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، في حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وسؤال الله بأحد من خلقه إقسام على الله بمخلوق، وهو أشد من الإقسام على المخلوق بالمخلوق. نعم. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به. اتفق العلماء وأجمعوا على أنه لا يجوز النذر لغير الله، لأن النذر عبادة، وهي التزام عبادة لا تجب بأصل الشرع،
التزام عبادة ثابتة بالكتاب والسنة لكنها لم تجب لأصل الشرع، فيوجبها على نفسه كأن ينذر الصلاة أو الصدقة أو الحج أو العمرة، هذا نذر صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر لله وجب عليه الوفاء، وأما إذا نذر لغير الله هذا شرك أكبر يخرج من الملة، كالذين ينذرون للأولياء والقبور والأضرحة، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن النذر لغير الله شرك أكبر، لأنه عبادة صرفها لغير الله عز وجل. نعم. وأن هذا نذر شرك لا يوفى به، لا يجوز له الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه. لا ينعقد به اليمين لأنه حلف بغير الله، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أنه أيضا لا تجب به كفارة، لأنه ما دام أنه غير منعقد فلا تجب به كفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالنذر المنعقد واليمين على المنعقد. وأما النذر غير المنعقد واليمين غير المنعقدة فلا كفارة فيها، هذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه فيه الكفارة، لأنه جاء في بعض الروايات: لا وفاء لنذر بمعصية الله وكفارته كفارة يمين، ولكن هذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في شرح التوحيد. نعم. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه جميع المخلوقات لا يجوز الحلف بها لا بالنبي ولا بغيره، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا عام كل محلوف به غير الله سبحانه وتعالى، فيشمل النبي وغيره، لأن الحلف بالشيء تعظيم له، الحلف بالشيء تعظيم له، تعظيم إنما يكون لله سبحانه وتعالى. نعم. حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. نعم. بل نهي عن الحلف بهذه اليمين، فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ فإذا كان الحلف بغير الله بين الناس بعضهم على بعض لا يجوز، فكذلك من باب أولى الحلف على الله بمخلوق من خلقه، لا يجوز من باب أولى. نعم. وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا الذي يجعله واسطة، يعني يقول: أنا ما حلف ولكن أجعله واسطة بيني وبين الله في قضاء حاجتي، هذا أيضا أقل من الحلف لكنه لا يجوز أيضا لأنه لا دليل عليه. نعم. وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، على أنه لا يجوز السؤال بمخلوق، لا يجوز سؤال الله بمخلوق من باب التوسل به إلى الله
سبحانه وتعالى. والتوسل إلى الله للمخلوق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لهذه الوسيلة التي هذا المخلوق الذي توسل به، يصرف له شيء من أنواع العبادة كما يفعله القبوريون، وكما كان ذلك في الجاهلية أنهم يتوسلون بالملائكة والأولياء والصالحين ويتقربون إليهم بأنواع من العبادات، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا ونزه نفسه عنه سبحانه وتعالى. وهذا هو الغالب على عباد القبور الآن، أنهم يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها، وإذا أنكر عليهم قالوا نحن لا نعبدها وإنما نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مثل قول المشركين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم عليهم بالكذب وبالكفر، وهم يقولون ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونا ثم قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو نفس الواقع الآن عند الأضرحة. النوع الثاني أن لا يصرف شيئا من العبادة للمتوسل به، وإنما يتخذه واسطة فقط ويظن أن هذا سبب لقبول دعائه. إذا وسط بينه وبين الله أحدا من الأولياء والصالحين يظن أن هذا سبب للإجابة، وهذا سبب لم يشرعه الله ولا رسوله، إذن هو بدعة، فيكون بدعة وليس شركا، فهو بدعة ووسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. نعم. وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله من يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء، وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء. وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله. نعم، تقدم الكلام على هذا في أول باب التوسل أو بحث التوسل من هذا الكتاب، يرجع إليه، ولكن أعاده الشيخ رحمه الله من باب تقرير المسألة وتأكيدها وإيضاح الحق فيها. فالمشروع لا يخلو إما أن يكون واجبا أو مستحبا، والتوسل ليس واجبا ولا مستحبا، إذن هو غير مشروع. لا أحد يقول إنه واجب ولا أحد يقول إنه مستحب، لأن الوجوب والاستحباب يحتاجان إلى دليل ولا دليل على ذلك، إذن التوسل ليس مشروعا. فلا يمكن لصاحبه أن يقول إنه واجب
ولا يمكن لصاحبه أن يقول إنه مشروع، لأنه لو قال ذلك قيل له هات الدليل، ولا يستطيع أن يقيم دليلا عليه، إذن هو غير مشروع. وإذا كان غير مشروع فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالدين إنما يثبت بدليل من كتاب الله أو السنة الصحيحة عن رسول الله، وما لم يثبت فهو ليس دينا لله عز وجل. وهذا هو التوسل، ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. توسل بالمخلوقين، سواء توسل إلى الله بهم أو بواسطتهم، إنه لا دليل على ذلك. الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوني وتوسلوا إلي بالمخلوقين، بل قال ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فلا تجعل بينك وبين الله واسطة في دعائك، بل ادعو ربك مباشرة بينك وبينه، والله يسمعك ويراك ويقدر على إجابتك ويريد الرحمة بك. ولا حاجة إلى اتخاذ الوسائل والشفعاء، لأن هذا إنما يكون في الدنيا عند الملوك والرؤساء الذين لا يريدون قضاء حوائج الناس، فيتخذ لهم الوسائط والشفعاء. أما الله جل وعلا فإنه يحب أن يدعوه عبده ليستجيب له. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فالله جل وعلا ما يحتاج إلى واسطة في رفع حوائجك إليه ودعائك له، لا يحتاج إلى واسطة. نعم. فمن اعتقد ذلك في هذا وفي هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة. والضلالة ضد الهدى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. فهي ضلالة، والضلال ضد الهدى، أماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. نعم. وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم. نعم. وأيضا إن هذا التوسل بالأشخاص ليس مشروعا، لأنه لو كان مشروعا لا تبين من الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة دلالة على مشروعيته. نعم. وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بسبب لم يجعله الله سببا، لم يجعله الله سببا، فليس من أسباب إجابة الدعاء اتخاذ الوسيلة والواسطة بينك وبين الله من خلقه. نعم. وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. نعم، المخلوقات لا يسأل الله بها، ولو كان لها فضل، لها شان، كالكعبة المشرفة، بيت الله العتيق، فلا تقول أسألك بالكعبة أو ببيتك العتيق، هذا لم يقله أحد. ولا أسألك بالطور وهو الجبل الذي كلم الله
عليه موسى عليه السلام، ولا ها الكرسي والمساحة، ولا بالكرسي وسع كرسيه السماوات، ولا بالعرش، لما مع ما لا هذه المخلوقات من الفضل. فبالإجماع لا يجوز السؤال بالكعبة ولا بالطور ولا بالكرسي ولا بالعرش، هذه مخلوقات. فإذا كان لا يجوز في هذه الأشياء فلا يجوز بغيرها. نعم. وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المساجد، كأن يقول أسألك بالمسجد الحرام أو مسجد الرسول أو المسجد الأقصى، لا يجوز هذا. نعم. وغير ذلك من المخلوقات. ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعا، بل السؤال بها، مجرد السؤال بها ليس مشروعا، من باب أولى الإقسام بها على الله، لأن الرسول نهى عن الحلف بغير الله. نعم. كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه، لقوله لا تحلفوا، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك، قد كفر أو أشرك. نعم. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق، فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء. نعم. فلا، إذا كان الحلف بين الناس بعضهم على بعض بالمخلوق محرما وشركا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالحلف على الله بمخلوق من مخلوقاته؟ هذا من باب أولى، لا يجوز. وكذلك السؤال به، باب التوسط به، وما ظنت أنه يستجاب الدعاء بواسطته، هذا أيضا بدعة فلا يجوز. نعم. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق، فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق. نعم، لا يسأله بالمخلوق من باب الإقسام ولا من باب السؤال به. نعم. وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء، يسأل بالأسباب التي جعلها الله أسبابا للإجابة، كسؤال الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهي سبب للإجابة. تقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفار أو غفور اغفر لي، وهكذا تسأل الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا تتوسل إليه بالأعمال الصالحة، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، كما توسل أصحاب الغار كما يأتي بأعمالهم الصالحة. توسل إلى الله بالأعمال الصالحة مشروع بالكتاب والسنة. نعم. وإنما وكذلك التوسل إلى الله بالحاجة والفقر إليه سبحانه، كما قال أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بشيئين، بحاجته وفقره وتضرره بالألم، والشيء الثاني وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء، كما تقدم تفصيله. تناسب إجابة الدعاء، فتقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور غفار اغفر لي. نعم. لكن قد روي في جواز ذلك
آثار وأقوال عن بعض أهل العلم. يعني التوسل إلى الله بالمخلوق ورد فيها آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، وليس ولم تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بها، لا عبرة بها، وإن وردت عن بعض أهل العلم، لأن المسألة كما سبق مسألة خلاف، والخلاف يرد إلى الكتاب والسنة. نعم. ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، بل كلها موضوعة. نعم. فأنت إذا أنكرت على الذين يتخذون الوسائط والوسائل راح ينقل لك كلام أهل العلم، قال فلان وقال فلان، ويمكن يكتب مجلدا في النقولات، كلها لا تغني عنه شيئا، لأنه ليس من بينها دليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجرد الأقوال، الأقوال يستدل لها ولا يستدل بها، هذه قاعدة، أقوال أهل العلم يستدل لها من الكتاب والسنة ولا يستدل بها. نعم. إنما يستدل بقال الله قال رسوله. نعم. ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، بل كلها موضوعة. واليوم لما ظهر الكمبيوتر والذي سجلت فيه الخلافات وأقوال أهل العلم، صار سهل على هؤلاء الخرافيين النقل، فمجرد ما يضغط على زر تظهر له الأقوال وينقلها ويقول هذا قول فلان وهذا قال فلان، هذه كله ما تغني عنه شيئا، لأنها ليس فيها قال الله قال رسوله، إنما فيها قال فلان وفلان ممن ليس معصوما وليس قوله حجة. نعم. وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت. أيضا حتى المنقول عنه قد يكون ما ثبت عنه، وحتى لو ثبت عنه ليس هو حجة، فلا تكلف نفسك بنقل هذه الأقوال، إن كان عندك دليل من الكتاب والسنة أبرزه، أما تكلف نفسك بنقل الأقوال وتسود الصحف بنقل الأقوال والآراء هذا لا يغني شيئا، لأنه إما أن يكون غير ثابت عمن نسب إليه، كما كذبوا على مالك كما سبق في قصة المنصور مع مالك كذب، وإما أن يكون ثابتا عنه لكنه ليس بحجة. نعم. والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. نعم. هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الماشي إلى المسجد يقول يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني لم أخرج أشرا، تعلم أني لم أخرج أشرا ولا بطرا، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. قالوا هذا توسل بحق السائلين، توسل بحق السائلين، توسل إلى الله بحق السائلين على الله. الجواب عن هذا كما ذكر الشيخ من وجهين، وجه الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من لا يحتج بروايته، وهو عطية العوفي ضعيف، وأيضا هو مرمي بالتشيع فلا يحتج به، قد رواه عن أبي سعيد الخدري، فالرجل لا يحتج بروايته من ناحية أنه ضعيف، من ناحية أنه متشيع فيه بدعة الشيعة وضلال الشيعة، هذا جواب. الجواب الثاني، لو ثبت فإنه ليس فيه حجة لهم، لأنه قال أسألك بحق السائلين، وحق السائلين ما هو؟ هو الإجابة، إجابتهم، من ما كما قال كما في الحديث القدسي، من ذا الذي يسألني فأعطيه، فحق السائلين أن يجيبهم، وإجابة السائلين صفة من صفات الله
فهو السميع المجيب سبحانه وتعالى، إن ربي قريب مجيب. فحق السائلين الإجابة، والإجابة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو توسل إلى الله بصفة من صفاته وهي إجابة السائلين، ولم يتوسل بمخلوق، فليس فيه دليل له، ولله الحمد. نعم. والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن عطية، عطية هذا هو عطية العوفي. نعم. عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، ضعيف من حيث الرواية وسيء من حيث الاعتقاد. نعم. فقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا، ولفظه لا حجة فيه، فإن حق السائلين عليه. هذا الجواب الثاني. الجواب الأول عن السند، عن سند الحديث، والجواب الثاني أنه ليس فيه حجة لو ثبت. نعم. ولفظه لا حجة فيه، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك. وهذا وحق السائلين حق أوجبه الله على نفسه، وإلا فإن الله لا يجب عليه شيء، وإنما هو حق تفضل به سبحانه وأوجبه على نفسه ووعد به، وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نعم. وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم. نعم. فهذا الحديث لو ثبت هذا الحديث فإنه من جنس التوسل بالأعمال الصالحة، لأن المشي إلى الصلاة عبادة، لأن المشي إلى الصلاة عبادة وطاعة، فهو توسل إلى الله بممشاه إلى المسجد. والتوسل بالأعمال الصالحة هذا ثابت بالكتاب والسنة، كما في حديث الذين آواهم المبيت في غار، انطبقت عليهم صخرة وسدت عليهم الباب الغار، صاروا لا يستطيعون الخروج منها، فقالوا إنه لا ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم التي سبقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، من كانت له أعمال صالحة فإن الله ينجيه من الشدة إذا وقع فيها، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فمن تعرف إلى الله بالطاعة في سابق عهده وفي حال الرخاء، فإنه إذا وقع في شدة فإن الله يفرجها عنه، فهم توسلوا إلى الله بذلك. واحد منهم توسل إلى الله لبره بوالديه، وهذا عبادة وطاعة، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الحرام بعدما تمكن من الزنا، خاف من الله وتركه،
وترك المال الذي أعطاه للمرأة خوفا من الله عز وجل، والثالث توسل إلى الله بأمانته وحفظه لحقوق الناس، حيث إنه حفظ أجرة الأجير الذي ذهب ولم يأخذها، حفظها ونماها حتى زادت وكثرت، فلما جاء يطلبها دفعها إليه بنمائها. هذه أمانة، أمانة قام بها فشكر الله له ذلك وفرج الله عنهم وخرجوا يمشون. نعم. وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة. نعم. وشرح ذلك أن رجلاً كان يرعى الغنم وله والدان كبيران وأولاد صغار، ويتأخر، صار في ليلة من الليالي تأخر، وكان من عادته أنه إذا جاء يحلب الغنم ويبدأ بوالديه فيسقيهما ثم يسقي الأولاد. في ليلة طلب مرعا بعيدا للغنم، فسبب أنه تأخر ولم يحضر إلا متأخرا، فلما حضر وجاء بالحليب وجد الوالدين قد ناما، فلم يجرؤ على إيقاظهما، لم يجرؤ على إيقاظهما من شدة البر والرفق بهما، ظل واقفا والإناء بيده والأطفال يتضاغون عند قدميه حتى استيقظا وسقاهما ثم سقى الأولاد. هذا من عظيم بره بوالديه ورفقه بهما، سأل الله بذلك. الثاني كانت له ابنة عم جميلة وكان يراودها، في يوم من الأيام احتاجت حاجة شديدة وطلبت منه المساعدة أن يقرضها، أن يقرضها الدنانير، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فجاء فخضعت لطلبه بسبب الضرورة التي مستها، وجاء بالدنانير 120 دينار من الذهب، فلما دنا منها لينال منها ما يطلب ذكر، قالت له اتق الله، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالعقد الصحيح الزواج، فوقعت منه هذه الكلمة الموقع العظيم، فذكر ربه وتأخر وتركها وترك ما أعطاها من المال، ترك ما أعطاها من المال خوفا من الله سبحانه وتعالى. والثالث كان عنده راع يرعى الغنم فذهب ولم يأخذ أجرتها وكانت من الغنم، فنمى هذه الغنم حتى ملأت الوادي، جاء الرجل يطلب أجرته قال خذ كل ما في هذا الوادي لك، فقال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي، قال إني لا أسخر بك، كل ما في هذا الوادي هو لك، فأخذه واستاقه ولم يترك منه شيئا. فهذه أمانة عظيمة ووفاء بالحقوق، حقوق الناس، فلما توسلوا إلى الله بهذه الأعمال فرج الله عنهم. الحاصل أن هذا فيه دليل على توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. نعم. لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها، فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله، ويكون هذا مثل حديث الممشى إلى المسجد وعمل صالح. نعم. فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى، نعم، لأن المنادي الذي ينادي للإيمان هو محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا له
توسلوا إلى الله بذلك أن يغفر لهم ذنوبهم. قال الله جل وعلا في ختام دعائهم: ربنا إننا آمنا بما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. استجاب لهم ربهم بتوسلهم بأعمالهم الصالحة اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم. نعم. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا، هذا توسل إلى الله بالإيمان، فاغفر لنا ذنوبنا. نعم. وقال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نعم. الذين ذكر الله تعالى عنهم أنهم يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة، فإن الله جل وعلا استجاب لهم لما ذكر قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال الله جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك، مما أعجبكم في هذه الدنيا، أو قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. من هم؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله الشاهد في قوله ربنا إننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في السحر: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي. نعم. كان ابن مسعود يقول: اللهم دعوتني فأجبتك، وأمرتني فأطعتك، هذا توسل بالعبادة، توسل بالأعمال الصالحة، إجابة دعوة الله وطاعة أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي. نعم. وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به، إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه. وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، فهذا لا يقوله مسلم، لأنها مخلوقات. إن قال أنه يتوسل إلى الله بكل المخلوقات، يلزم من هذا أنه يتوسل إلى الله بالشياطين، لأنها مخلوقات لله عز وجل. وإن قال يتوسل إليه ببعض المخلوقات دون بعض، يقال له: ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل؟ نعم. فإن قال بل يسأل أو بل يسأل بالمخلوقات المعظمة، المعظمة خاصة، نعم، كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه، لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى
فإن قال بل إنه يسأل بالمخلوقات التي عظمها سبحانه وأقسم بها، فيقال هل يسأل الله بكل ما أقسم به في القرآن؟ الله أقسم بأشياء كثيرة، هل كلها يتوسل بها أو ببعضها؟ أقسم بالليل والنهار والضحى، وأقسم بالنازعات والصافات، وأقسم بالرياح والذاريات ذروى، الحاملات وقرا، الجاريات يسرا، أقسم بالسفن التي تجري في البحر، أقسم بأشياء كثيرة، هل كلها يتوسل بها؟ نعم. لازم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الكنس. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وهي النجوم، النجوم التي تجري. نعم. ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. ويسأل بالذاريات ذروى، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. ويسأل بالطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور. ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا، وسائر ما أقسم الله به في كتابه. فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته. فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها، ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع. نعم. القاعدة في هذا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن، لا يقسم بشيء إلا وله شأن يختص به دون غيره. وإقسامه به لا تعظيما لذلك المخلوق، وإنما هو تعظيم لله، لأن هذا المخلوق العظيم الذي فيه هذه الأسرار الهائلة دليل على قدرة الله الذي خلقه وأوجده، فهو تعظيم لله لا تعظيم للمخلوق. وأما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله عز وجل، لا يقسم بغيره كما في الحديث. نعم. ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع، بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عنه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا عام في المنع من الحلف بكل المخلوقات. نعم. ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى، وبكل نفس ألهمها فجورها. فإن كان الذي يسأل بهذه المخلوقات يقسم بها على الله فهذا حرام، لأنه لا يجوز الإقسام بغير الله، لا يجوز لنا الإقسام بغير الله. وإن كان يسأل بها ولا يقسم بها وإنما يتوسل بها فيلزمه أن يتوسل بكل مخلوق. نعم. ولا يخص شيئا دون شيء. نعم. ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى، وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها. ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سينين. ويسأله بالبلد الأمين مكة. ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات. أي نعم. وكل هذه أقسم الله بها، التين والزيتون، لأن التين نبات الطور الذي كلم الله عليه موسى، والزيتون موطن المسيح
عليه الصلاة والسلام في فلسطين، وهذا البلد الأمين موطن محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أقسم بمواطن الأنبياء الثلاثة عليهم الصلاة والسلام. نعم. ويلزم ذلك أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير أو العزيز. نعم، العزير. نعم. والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه. ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام. ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون. نعم. بل ويقال إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى، فحينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام. وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين. يعني لو نظرنا إلى أفعال الناس وتصرفات الناس واحتججنا بها اتسع الكلام، لأن أفعال الناس كثيرة متنوعة، وإن كانوا يعظمون هذه الأشياء وتقربون إلى الله بها، نحن لا ننظر إلى أفعال الناس وتصرفات الناس واعتقادات الناس، وإنما ننظر إلى ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزن كل ما عليه الناس من الاعتقادات والأفعال والعبادات نزنها بهذا الميزان وهو الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وضلال. الحمد لله أن الله لم يكلنا إلى أقوال الناس وتصرفات الناس واعتقادات الناس، وإنما أنزل علينا كتاباً وأرسل إلينا رسولاً وأمرنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة. هذا حصمة من الخطأ والضلال، رجوع إلى الكتاب والسنة. نعم. وإن قال لأن بعض الناس لو أنكرت عليه شيئاً قال هذا فعل الناس، هذا عليه فلان، هذا قال به العالم الفلاني، هذا عند أهل البلد الفلاني، نقول هذا كله ما هو حجة. الحجة إنما هي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن قال قائل بل أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، هذا القسم الثاني. الأول أنه يقسم بكل ما أقسم الله به، وقد أقسم الله بأشياء كثيرة كما ذكر الشيخ. القسم الثاني أن يقول لا، أنا ما أسأل الله بكل ذلك، وإنما أسأله بأشياء مخصصة تختص بتعظيم أكثر من غيرها. ونقول له وكذلك الأمر، سواء سألت الله بكل مخلوق أو سألته ببعض المخلوقات كله سواء. التوسل بالمخلوق لا يجوز، لا عن طريق عبادته أو طريق السؤال به والتوسط به، كله غير مشروع. نعم. وإن قال قائل بل أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك، أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم، قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه فكلها مشتركة في أن لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى، فلا يعبد ولا يتوكل عليه. نعم. نقف عند فإن قيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، فما حجة وما دليل من يقول بأن الإمام أحمد قد أجاز الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ هذا كما سبق أن أقوال العلماء احتجوا لها ولا يحتج بها، حتى لو ثبت أن الإمام أحمد أو غيره قال قولا ولم يكن عليه دليل فإنه لا عبرة به، لا عبرة به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تقرر في الكتاب والسنة مشروعية السؤال بالأعمال الصالحة، فهل الأفضل للمسلم إن نزلت به نازلة أن يصبر ويحتسب أم يسأل الله تعالى بأعماله الصالحة؟ كلاهما طيب، إن صبر واحتسب فذلك خير، وإن سأل الله وتوسل إليه بالأعمال الصالحة ليكشف ضره فلا بأس بذلك، كلاهما جائز والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الصيغة اللفظية للسؤال بغير الله من غير إقسام بغيره؟ توسل به، توسل به، أسألك بفلان، أسألك بفلان نبيك أو عبدك الصالح أن تستجيب دعائي، هذا لم يقسم عليه، وإن لم يقسم على الله به، وإنما وسطه فقط، مجرد واسطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، فالباء، شوف الباء أسألك بفلان تحتمل معنيين، تحتمل أنها باء القسم وتحتمل أنها باء السبب، فسؤال الله بأحد هذه باء السبب، هذه باء السببية. نعم. أما إذا كان يقصد الحلف فتكون الباء باء القسم. نعم. حسب نية القائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى شركا، وبين التوسل بجاه المخلوقين فيسمى بدعة، وما وجه كون التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد قال إن التوسل بجاه النبي شرك، إنما قالوا بدعة، قالوا إنه بدعة. السؤال بالجاه سواء جاه الرسول أو جاه غيره هذا بدعة، لأنه لم يرد عليه به دليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التوسل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته؟ لا، لا تتوسل إلى الله بعمل غيرك، توسل إلى الله بعملك الصالح، أما عمل غيرك فهو له وليس لك فيه ليس لك فيه مشاركة، كل له عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تتوسل إلى الله بعمل غيرك، توسل إنما هو بعملك أنت، العمل الصالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يتم التفريق بين الشرك وبين الوسيلة إلى الشرك؟ واضح، الشرك شرك صريح، كعبادة غير الله بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، وأما الوسيلة مثل الدعاء عند القبور، دعاء الله عند القبور، دعاء الله عند القبور، هو ما يدعو القبور وإنما يدعو الله، لكن عند القبر يظن أن هذا سبب لقبول الدعاء، فهذا وسيلة من وسائل الشرك. في الأول يظن أن الدعاء عند قبره أن له مزية، ثم في النهاية يصرف الدعاء إلى الميت، يكون هذا سبب للشرك، ولذلك نهي عن الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، ونهي عن الكتابة على القبور وتجصيص القبور والبناء على القبور، إن كل هذه وسائل هي ليست شركا لكنها وسائل من وسائل الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السؤال بحق الله؟ نعم. هل يجوز السؤال بحق الله؟ كيف تقول تسأل بحق الله؟ أسألك بحقك؟ اسأل الله مباشرة بدون، نعم، تسأل الله بصفة من صفاته وباسم من أسمائه، نعم، ما السؤال بالحق؟ ما أعرف هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع
بين من يقول إن مسائل العقيدة مجمع عليها ولا خلاف فيها، وبين أن مسألة التوسل تعد خلافية. التوسل إلى الله بالذبح والنذر، التوسل إلى المخلوق بالذبح والنذر والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك، هذا شرك. وأما أنا وضحت لكم، قلت إذا صلى عند القبر لا يقصد إلا الله فهذا وسيلة إلى الشرك وبدعة، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، لأنه يؤول به الأمر إلى أن يشرك في هذا الميت، يأتيه الشيطان ويزين له عبادة هذا الميت. نصب قوم نوح للصور ليس شركاً في البداية، وإنما هو وسيلة إلى الشرك، فلذلك في النهاية عبدوا هذه الصور وعبدوا هؤلاء الصالحين، ففي فرق بين الشرك ووسيلة الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل يحرم علي كلامك والسلام عليك، هل هذه يمين منعقدة؟ نعم، تحريم الحلال يمين، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاته، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهي الكفارة، فسماه يمينا، سمى تحريم الحلال يمينا. نعم. يقول فضيلة من حرم حلالا فإن هذا يمين يكفره بكفارة يمين، إلا إذا كان هذا الحلال زوجته فإن تحريمها يكون ظهارا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر بين النساء إذا سألت صاحبتها تقول أمانة، فهل يعد ذلك حلفا بالمخلوقين؟ نعم نعم، جاء الحديث الصحيح بالنهي عن الحلف بالأمانة، سواء قال والأمانة أو قال أمانة، حذف واو القسم، هذا حلف بالأمانة ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل بذمتك لا تفعل كذا؟ هذا حلف بذمتك، الباء باء القسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المحشي على هذا المتن هذه العبارة في الحاشية، يقول قال صاحب بدر المتقى شرح الملتقى، ولا يكون اليمين بغير الله كالقرآن والنبي والعرش والكعبة فإنه حرام، هل هذه العبارة صحيحة؟ وهل الحلف بالقرآن يعد من الحلف بغير الله؟ ولا يكون إيش؟ ولا يكون الإيمان بغير الله ولا يكون اليمين بغير الله كالقرآن والنبي والعرش والكعبة فإنه حرام. لا، ذكر القرآن غلط. القرآن غلط، يجوز الحلف بالقرآن أو بآية من القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا وكلامه صفة من صفاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين طلب الدعاء من الرجل الصالح وبين طلب الرقية منه، فيرخص في الأول ويكره في الثاني، وفي كلا الأمرين تعلق بالمخلوق؟ ما أدري وش السؤال. يقول ما الفرق بين طلب الدعاء من الرجل الصالح وبين طلب الرقية منه، فيرخص في الأول ويكره في الثاني، وفي كلا الأمرين؟ ما فرق بينهما أحد، طلب الدعاء أو طلب الرقية، الرقية دعاء، تطلب منه أن يدعو لك بالشفاء، فكلاهما طلب للدعاء، طلب الدعاء من المخلوق جائز، إنه إذا كان صالحا يرجى قبول دعائه فيجوز لك أن تطلب منه، لكن كونك تدعو الله أنت ولا تحتاج إلى أحد هذا أفضل، فيكون مكروها من ناحية أن هذا في حاجة إلى المخلوق، ومهما أمكنك الاستغناء عن المخلوق فهو أفضل لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء بهذا، بأن يقول اللهم إني أسألك بهذه الليلة الشريفة أو بهذا في هذه الليلة، في أو بهذه، أسألك في هذه الليلة الشريفة؟ نعم، تكون في ظرفية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يروي الإمام أحمد رحمه الله مثل هذا الحديث مع أنه يعلم أنه مخالف للشرع، وأن أي حديث بحق ممشاه هذا؟ الإمام أحمد ما التزم الصحة في مسنده،
يورد فيه الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف ويكتفي بذكر السند، يكتفي بذكر السند. فالذي يريد أن يأخذ بحديث من الأحاديث يدرس سنده، فإن كانت سلسلة السند كلها صحيحة فالحديث صحيح، وإن كان فيها مقال فإنه يتوقف عند المقال في أحد الرواة. والمحدث إذا ذكر سند الحديث خرج من العهدة، إذا ذكر سند الحديث خرج من العهدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير ما يروي الإمام محمد بن جرير رحمه الله بسنده عن ابن عباس عن طريق عطية العوفي، فهل تكون هذه الرواية ضعيفة أيضا؟ كثير منه؟ ما يروي الإمام محمد بن جرير بسنده إلى ابن عباس. كذلك محمد بن جرير رحمه الله يذكر السند، إذا ذكر السند خرج من العهدة، وعلى من أراد أن يعتمد على هذا الحديث أن يدرس سنده أولا يتأكد منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول البعض أقسم بآيات الله، هل هذا جائز وهل هناك فرق؟ إذا كان يقصد بآيات الله القرآن فهذا جائز، أما إن كان يقصد بآيات الله مخلوقاته هذا لا يجوز حسب قصد القائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من المشروع أن يقول المسلم مثل ما قال ابن عباس عند السحر؟ أي نعم، ابن مسعود. أي نعم، مثل ما قال ابن مسعود عند السحر. نعم. يقول دعوتني فأجبتك وأمرتني فأطعتك. نعم، فتوسل إلى الله بطاعته وإجابته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ذكره المؤلف من قوله الحروز والهياكل التي قصده أن الخلق يعظمون أشياء ويعتقدون أشياء كثيرة ويعتمدون عليها، فلنأخذ بكل ما اعتقدوه وبكل ما قالوه وبكل ما فعلوه، نقول هذه أعمال وهذه أقوال علماء وأقوال ناس قبلنا؟ الجواب لا، نعرض أقوالهم وأفعالهم على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فكونك تأخذ بطائفة دون طائفة هذا تحكم بدون دليل، لا ميزة لبعضهم على بعض، ما دامت أقوال المخلوقين غير معصومين وكلها سواء، لا تعتمد منها إلا ما دل عليه الدليل، وإلا يلزمك أن تأخذ بأقوال المنجمين وأقوال عبدة الكواكب والخرافيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب كفارة يمين إذا كانت هذه اليمين حال الغضب؟ هل تجب كفارة يمين إذا كانت هذه اليمين حال غضب؟ اليمين والطلاق والبيع والشراء إذا كان في حالة غضب مستحكم لا يتصور ما يقول هذا لا عبرة بأقواله لأنه مغلق عليه، أما إذا كان يتصور ما هو غضبان لكن يتصور ما يقول ويعرف ما يقول فهذا يلزمه قوله، تلزمه اليمين، يلزمه الطلاق، يلزمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أحد الأيام من رمضان استيقظت فأكلت وشربت لأنني لم أسمع أذان الفجر ولم أعرف أنه قد دخل، فلما رأيت السماء وجدت أن وقت الفجر قد دخل، فهل يعتبر صومي صحيح؟ لا، أدام ثبت لديك إنك أكلت وشربت بعد طلوع الفجر فتقضي هذا اليوم، أدام تبين لك إنك أكلت بعد طلوع الفجر وشربت بعد طلوع الفجر فتقضي هذا اليوم. نعم. يقول أيضا صمت يومين من شوال، فهل تقبل هذان اليومان عما لدي من قضاء؟ حسب النية، إن كان نويت بهما القضاء يجزيان عن القضاء، وأما إذا لم تنوي القضاء فلا، لا بد من نية القضاء لأن القضاء واجب، لا بد من نيته من بداية الصوم، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل،
هذا في الصوم الواجب، صوم رمضان أو الكفارة أو النذر، لا بد تنويه قبل الفجر عند طلوع الفجر أو قبل. أما الصوم المستحب صوم التطوع فيجوز بنية من النهار بشرط لا تتعاطى مفطراً بعد الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: لقد استعملت في شهر رمضان حبوباً لقطع العادة الشهرية من أجل أن أصوم الشهر كاملاً، وفي بعض أيام العادة كان يخرج تقول منها إفرازات وكدرة وليست مثل دم الحيض. سؤالها: هل يجب عليها قضاء هذه الأيام؟ نعم، اليوم اللي حصل فيه كدرة أو صهرة تقضيه، لأن هذا حيض متقطع بسبب الحبوب التي أخذتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف يتوب من تسبب في لعن نفسه وذلك بقوله: لعنة الله علي إن كنت كاذبا، وفعلا كان كاذبا، فكيف يتوب من ذلك؟ إذا كان متعمدا فعليه الاستغفار والتوبة إلى الله، أما إن كان ما هو متعمد فليس عليه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز لي أن أقوم بأخذ تورق من البنك بمبلغ هل يجوز لي أن أقوم بأخذ تورق من البنك بمبلغ 15,000 ريال من أجل أن أحج، علما أن الحج يعتبر الحج الأول لي أو لأهلي، فأريد الإفادة وفقكم الله. إذا كانت السلعة عند الدائن في ملكه اشتريتها منه وبعتها على غيره، جاز لك أن تتملكها وأن تحج منها أما إذا كانت السلعة ليست عند الدائن وإنما تتفق معه أولاً ثم يقول لك رح شف السلعة اللي تبي وعلمن بقيمتها، أو هو يشريها عقب ما اتفق معك، هذا لا يجوز، علماً أن الحج لا يجب عليك ما دام ما عندك استطاعة. ما يلزمك الاستدانة، ما يلزمك الاستدانة للحج. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمرأة أن تركب السيارة مع السائق الأجنبي بمفردها لغرض توصيلها إلى الدروس العلمية؟ لا يجوز للمرأة أن تخلو مع غير محرم، لا في السيارة ولا في البيت ولا في البر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا تركب وحدها مع غير محرم في السيارة، ولو تذهب للدرس أو للصلاة لا يجوز لها ذلك، أو لصلة رحم أو غير ذلك، ما يجوز، هذه خلوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان الشراب تحت الكعبين وصليت به عدة صلوات أمسح عليه، فما حكم هذه الصلوات؟ غير صحيحة. إذا كان نازل عن الكعبين، كعبين مكشوفتان، فإن المسح غير صحيح، لأنك لم تستر المفروض، فتعيد الصلوات. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.